السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم شباب؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم مقطع جديد فن كرافت. طبعا فن كرافت سيرفر مال سيزر كرافت. طبعا انا في وايد ناس قاعد يعني يدشون علي يقولوا لي نبي ندش وياك السيرفر. فالسيرفر انا مالي شغل، يعني مو يعني مالي شغل باللي يدش السيرفر واللي يطلع منه. سيرفر محمد، سيرفر سيزر كرافت او بيبي محمد اسمه القديم. فاليوم فن كرافت هذا بيتي، انا دشيت يمكن من قبل اسبوع يمكن او اسبوعين، قبل اسبوع تقريبا او اسبوع ونص كذي. عادوا السيرفر، بدينا بدايه جديده لان العالم هذاك تقريبا يعني بنوا كل مكان، كل بلوك بانين شغله، فما كان في مكان. وعادوا السيرفر قبل فتره ودشينا بنينا. طبعا هذا البيت التصميم جدا بسيط يعني، ومألوف وايد، مألوف بعد يعني وايد ناس قبل يسووه، لكن اللهم ان انا غيرت الخشب اللي بالنص واستعملت هذا الخشب. طبعا هذه منطقتي اللي محاوطه بالسابلينجز، هذه منطقتي كلها. الشلال في احد سكره، مو مشكله نسامحهم، كان في شلال هني بس شالوا الماي اللي فيه، مو مشكله نسامحهم. ايه بس الحين بوريكم البيت من داخل، ما سويت فيه اشياء وايد بس طبعا انا من زمان مداش، هذه اغراضي. Small gifts from Alicraft. خلنا نشوف ايش حاطين. جزر، شيء جميل حلو. Alicraft اول يوم كان يوعان فعطيته اكل، الحين رد لي الهدية الظاهر. خلنا نشوف شنو عندي اغراض. اوكي عندنا ديرت الساوند، هذه ود ليش محطوطة هني. اوكي شنو عندنا هني الكوبلستون، خلنا نحط الكوبلستون، الله خليه ويانا. هني الخشب يمي. هني شنو فيه؟ هنا عندنا التولز. طبعا هذا الفحم انا توني الاحظه صراحه بالتحديث الاخير اللي هو 8.1 0.8.1. هذا الفحم اللي تسويه من اللي يطلع من احتراق الخشب، اللي لما تحرق الخشب يطلع لك هذا. فاي يلا، هذا بيتي بسيط يعني، حطيت الخشب المحلل من هذا، لونه احلى احس شوي. وما ادري قولوا ايش رايكم في البيت، ومفكر احط فراش بس ما ادري وين احطه صراحه، لان سويت هني غرفه الشيست. العاده انا دائما اسويها داخل تحت سرداب، لكن هالمره ما كان لي خلق فخليتها برا. مفكر بعدين احط شيستات فوق بعد نفس الطريقه. قولوا ايش رايكم اذا مثلا انقل الشيستات احطهم هني، ولا اسوي سرداب نفس كل مره، ولا مكانهم كذي زين وحلو. اوكي خلنا نروح نطق فرع السيرفر. طبعا انا من زمان مو داش السيرفر، فخلنا الحين نستكشف المنطقه اللي يمنا. طبعا اول يوم بس كنت محددها بخشب، بعدين شلت الخشب، بس يعني معروفه منطقتي ان هذه هي. اوكي هذه اتوقع منطقه جي جيمر اتوقع يعني. هذا بيت، لا ماكو بيت هنا، خلنا نشوف، مو مكتوب شيء. جي جيمر اي. مكانه وايد حلو صراحه، وهني على البيت، الفكره رهيبه. وحاط هذه يعني كنا اعمده، كنا صدق يعني، بس لا والله فكره جدا جميله. هني على البيت الجميل، خلينا نشوف. انا ما شفت صراحه كل بيت، كنت كان بس حاط الدري وحافر بالجبل، بس ما شفت البيت بعدين عقب ما خلص. فخلونا نشوف. وشي حلو بعد انه حاط هذيله، ما يمديك تنقز من فوقهم الا اوف، الا اذا انت نازل كذي. اوكي علي كرافت انقذنا، حاط لنا جزر، خلنا ناكل شوية. اوكي خلونا نصعد فوق. اوكي هذا بيته ولا لا، هني الظاهر مسوي غرفة الشستات، شي غريب الصراحة يعني، ليش حاط كذي؟ اوكي في ستيرز. اوكي حلو حلو، هني شستاته او الصناديق. طبعا ما ادري اذا يرضى ندش بيته ولا، بس بوريكم هناك في احد قاعد مو قاعد يقلده، هو تكملة بيته اتوقع يعني. خلنا نشوف هني منو. ويلكم تو جي جيمر هاوس. اوكي ويلكم، قال لنا يعني حياكم الله. حركات، حطوا للطعام. لا صراحة هني على البيت. شنو هذا؟ خلنا ندور اسمي موجود. اوكي جي جيمر. اوكي احط اسمي تقول. هني ما ادري شنو الظاهر، حط مطبخ او شيء. وهني صراحه خوش
مكان من بعيد يبين شكله حلو. فيلا خلونا الان لا يعني تصير الحلقه طويله بس على بيت جي جيمر، خلونا ندور على البيوت الثانيه. طبعا انا بيتي بسيط جدا، ما سويت فيه ولا شيء لحد الان، يعني بيت بسيط. انا صراحه انا ما يعني هالفتره مو يعني ما عندي وقت ادخل السيرفر واسجل وكذي، ف يعني اليوم اشتهيت اصور فكتبت لكم بتويتر شنو تبون، والاغلبيه قالوا يبون فن كرافت. فيلا راح احط اكونتي بعد بالتويتر بالديسكربشن، اهم عشان كذي اذا اسالكم بين فتره وفتره، ساعات احط اشياء بالتويتر مو دائما بس ساعات يعني، فضيفوني بالتويتر. اوه حركات هالبيوت، ولا بيت كان منهم موجود ولا بيت، اللهم هذاك. اوكي لا صراحة الشباب بدعوا هالسيرفر، خلنا نشوف هذا حط، والله ما شاء الله. هذا الصراحة ما ادري ايش يحس فيه البيت، حلو ما اقول لكم حلو لكن بيت منو هذا، خلنا نشوف. غريب يعني، يعني مو مسوي فيه اشياء وايد. والله طاش مسوي هني. اوكي اي اوكي كلب يبان اي حلو، بس هذاك عاجبني اللي فوق. بعد هذه شنو بعد؟ حركات، لا والله شيء جميل صراحة. اوكي صار الليل، فايش رايكم نرجع؟ بس خلونا نشوف البيت اللي فوق هذا، خلونا نشوف بيت منو. طبعا هذه الحلقة بس كالعادة أول حلقة بالسيرفر، لازم أفتر أشوف البيوت الثانية، بعدين عاد نبلش الشغل على البيت، نجمع موارد، نشير، نزرع، نسوي أي شيء ثاني. قولوا شنو قولوا لي شنو تبوني أسوي المقطع الجاي. معلش تحمست ودست ميتين قبل شوي. ما ظنيتي فهمتوا كلامي فحاولت أبطئ شوي. أوكي بس كذي البيت. أوكي حلو، عنا فاضي بس حلو، نسكر الباب عقبنا. اوكي هذا بيت عزوز كرافت وكرافت جيمر، كرافت 8 جيمر. اوكي يلا خلينا نرجع البيت الحين، ولا ايش رايكم؟ لا بيتي مو هني، لحظة خل احاول اتذكر بيتي وين. اي بيتي بعد الجبل هذا. اوه في فوق بيت ثاني، في سبايدر فوق. طبعا تول جراس اتوقع هم اللي حاطينه بالبون ميل، اتوقع يعني انه ما يرس منه البون ميل، البون ميل ما يرس من التول جراس. اوكي خلونا نصعد هني. يمشي احسن، خلونا نصعد بس. اوكي وصلنا تقريبا. ليش كذي بيته غريب يا اخي؟ اوبس الباب وينه؟ اوكي هذا الباب، هذا بيت نفس الاسم اللي قبل شوي. يمكن مسوينا غرفه تشستات يعني مو بيت. اوه حلو والله حلو، ماينكارت توصلك هناك البيت الثاني، شيء جميل. لا والله تعبانين على المكان. اوكي تقريبا هذه اغلب البيوت، ما ادري اذا في ناس بارين ورا، خلونا نروح ورا نشوف. بالله هذا منو اللي هني؟ خلونا ننزل بس ما نعرف شلون ننزل صراحة. اوكي الجزر. خلونا نرجع الحين صوب بيتي بشوف اذا في احد باني يمي او لا. اي وترى البط تقدرون تزوجونهم بالسيدز، السيدز تقدر تزوج البط يعني، اكيد تعرفون بس يعني في بعضكم يمكن ما يعرف. ونسيت انا اذكر هالنقطه بالشرح التحديث، نسيت اقول ان واو ريستورانت جي جيمر كومينج سون. حلو هني بيتي.
هذا بيتي الجميل. في سكيلتون خلونا نحاش عنه كنا ما نشوفه. هذا عسى ما يطقنا. فخلونا نشوف ورا هني. هني أنا كنت ورا هني كنت أزرع شير. ما أدري إذا في أحد سكن أو لا. نشوف ما في أحد. مع أنها خوش منطقة والله. ما فيها أحد. فبس تقريبا أنا درت على أغلب السيرفر. إن شاء الله الحلقات الجاية راح أبدأ أسوي أكشن، أبني أشياء، ممكن أجمع موارد، ما يندرى. فبس هذا كان المقطع، أتمنى أن أعجبكم. ياريت تضغطون لايك المقطع، وكن شاكلكم جدا 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 إذا ضغطتم المفضلة. لا تنسوا تشتركون في قناتي إذا ما كنتم مشتركين. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.